إلى الشأن العراقي، حيث ذكرت وكالة رويترز أن القوات العراقية لا تزال تواجه جيوبا لمسلحي تنظيم داعش في المدينة القديمة للموصل. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن طائرات مروحية تابعة للجيش العراقي حلقت فوق الموصل، وسمع عدوي انفجارات في بعض المناطق. كما أشارت المصادر إلى سقوط عدة قذائف مورتر على حي الفيصلية في شرق الموصل. للمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا هناك زياد نهاد. زياد أهلا بك. نبدأ بالعمليات الميدانية في هذه الجيوب في داخل البلدة القديمة في الموصل. نعم سيد، مرحبا بك وعلى المشاهدي قناة الحرة. يعني ما زالت الجيوب المسلحة المتواجدة في مدينة الموصل القديمة موجودة، لكنها بنسبة لا تكون كبيرة، وهنالك ملاحقات كبيرة من قوات الأمن العراقية من جيش وشرطة اتحادية إضافة إلى جهاز مكافحة الإرهاب. هنالك أزقة ضيقة وواسعة في يعني امتدادها واسع في المنطقة القديمة، وفيها سراديب إضافة إلى هنالك أيضا حفر الكثير من المخابئ والخنادق وحفر أنفاق داخلية، مما يصعب عملية تفتيشها بسهولة. لكن الجيش العراقي والقوات الأمنية كما ذكرت متواصلة في ملاحقة تنظيم داعش والمختبئين، وهنالك أنباء عن اعتقال لقيادات تابعة لتنظيم داعش كانت مختبئة، وبعد انتهاء بعد يعني أن انتهت المقاومة من قبلهم أمام جيش العراق والقوات الأمنية ونفاذ أسلحتهم وذخيرتهم، تمكن القوات الأمنية العراقية من قتل بعضهم إضافة إلى اعتقال آخرين. وهنالك أنباء أيضا عن اعتقال 250 من عناصر تنظيم داعش عندما أرادوا الهروب من الساحل الأيمن لمدينة الموصل باتجاه الأيسر عقب مقتل قياداتهم. الحديث يدور أيضا هنالك بأن القوات التحالف الدولي وحسب المعلومات الاستخبارية الواردة من جنوب مدينة القيارة هنالك استهداف ل 18 عنصر من تنظيم داعش وجرى قتلهم هناك. اليوم يعني نرى بأنه الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وحسب ما ذكر مدير بلدية الموصل بأنه قد دمر بنسبة 90%، أما الجانب الأيسر فوصل إلى 70%. الظروف الإنسانية سيد صعبة هناك في مدينة الموصل خاصة في الجانب الأيمن بعد نزوح هائل للسكان، إضافة المساعدات الإنسانية تكاد لا تسد الرمق، خاصة ونحن في صيف يعني تتجاوز درجات حرارته 50 مئوية، إضافة إلى هنالك أعمال لانتشال الضحايا المدنيين من داخل الأنقاض، ووصلت الأعداد إلى 1700 ضحية إلى حد هذه اللحظة. نعم شكرا جزيلا لك زياد نهاد مراسلنا في بغداد.